حياكم الله مشاهدي الكرام. يا هلا وسهلا أيضا يعني مجددا مع أبو ديم مرحب جزاه الله خير، وبدأ الحلقة الجميلة حلقة الألف وهي تمام هالرقم الجميل صراحة لأول مرة الحمد لله. تحت سقف شبكة المجد الفضائية يحدث أن يكون برنامج من 1000 حلقة. اللهم لك الحمد. والبرنامج ليس بالسهل، ليس وثائقي حتى يقطع يكون أجزاء، لكن فيه حديث رجال شرواكم وقصص وتحدثنا كثيرا على هالنموذج الفريد لهالبرنامج. طبعا احنا يعني ما نبغى نكثر الثناء في البرنامج واحنا جزء منه، صحيح، لا مقدمين ولا حتى ضيوف ولا حتى مشاهدين، لكن احنا نتحدث عن شيء من نعمة الله عز وجل أن أظهر لنا هالخير اللي جالسين نتشارك فيه سويا. وذكر لي والله ما أدري هو مروان، لأن فوائد مروان قليلة، ما أدري هو مروان ولا غيره، قال ما أدري، قال لي إن يعني احنا غيرنا شيء من طقس الظهر عند الناس. يا سلام، إن صحت العبارة. يعني التوقيت هذا غالبا وقت يا الواحد يقيل ينام ولا دوامات، لكن يكون فيه برنامج ويكون فيه نمط مختلف وهذا شيء جميل. يعني حياك الله أبو ديم، أنا ما جيت صراحة إلا أني أسعد بكم وألتقي وأجلس معكم يعني، وأنت رحبت في لا والله أنا بك الحين ترحب من هاللي يميني من مؤسسين وقواعد برنامج الأجاويد. الله، حبيبنا الشاعر عساف بن عايض الغبيوي، يا هلا والله وغلا ابو عايض. يا مرحبا يا محلو بالبيج والله يا ابو عايض. ما شاء الله، شكر وسعداء والله اليوم سعداء وفرحين يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. بس يكفينا هالمنظر الكلمات الجميله وهالفرح لعمة الجميع، الله يسعد الجميع. امين، الله يطول يا رب، الله يوفقنا وياكم للخير. انا القائمه الاسماء لاول مره اصلا تكون، يمكن ابو ديم حتى يشوف. يا سلام، ما شاء الله طويله. اي ما شاء الله، تذكرت نتائج الثانويه في جلد الجزيره كذا ناجحين، كل هذول ناجحين ما شاء الله تبارك، دخلوا قلوبنا بدون استئذان. اي والله يستاهلوا. حبيبنا عبد الله المخيلد ابو عبد العزيز، يا هلا وغلا. الله يحييكم، يا هلا ومرحبا، ابارك للجمهور الكريم وبارك للمشاهدين والحضور. وصولنا لهال 1000 حلقة، يعني برنامج يصل 1000 حلقة ترى نادر جدا، حتى في المسلسلات والبرامج العالمية. صحيح، الشاب الآن أو الطالب إذا تخرج من الجامعة كم المفروض يخلص من ساعة علشان يأخذ شهادة البكالوريوس؟ كم؟ 160 ساعة. إحنا نتكلم عن كم؟ 2000 ساعة، يعني 2000 حلقة، كل حلقة فيها ساعتين ما شاء الله، فكم تتكلمون عن 4000 ساعة يمكن. الحمد لله، إذا مهي بهذه الشهادة الجامعية وش الشهادة الجامعية؟ أيوة والله، نأخذ خبرات وعصارة أفكار هالرجاجين اللي حضور من المشاهدين ومننا، فالحقيقة العقول تلقح بعضها. واللي يجلس في هذا المجلس المبارك لو 5 حلقات أنا أعتبر أنه ماخذ دورة تدريبية متميزة. اللهم لك الحمد. أرجع وأقول استحضر نية حضورنا، استحضر نية نحن متواجدين في هذا المجلس المبارك، لا للمشاهدين ولا الحضور المبارك، وأسأل الله العلي العظيم يبارك لنا في هذا البرامج المباركة وينفع فيها الإسلام والمسلمين. يا رب، الله الله يحفظك ويتقبل منا ومنك يا أبو عبد العزيز. الفن له مجاله في البرنامج، والشعر والقصيد والنشيد والشيلات، واذا جاك من هاب من القصيم من شمال كذا من عنيزه ما شاء الله، الله, الله, الله يطلع وش زينه. محسن بن عوض المطيري، يا هلا وغلا، الله يحييك طول عمرك وسلم على اخواني الموجودين الاعضاء البرنامج، وهني اخواني وهني اداره القناه كامله الطاقم وخلف الشاشات الجمهور. ما وصلنا العدد هذا إلا دليل على نجاح البرنامج. الحمد لله. نعم، ودعمه من الجمهور مساندته لهالبرنامج. أسأل الله يوفقنا وياكم، يسر أمر أمركم أجمعين، يحفظنا وياكم كل مسلم. الوقت ضيق، ولا كل واحد منكم يستاهل 1000 قبلة على رأسه. أي والله، ما يمديني أقدام ينشف ريقي وأنا أحب روسك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. حبيبنا أيضا ما شاء الله صاحب التدبرات والتأملات أبو عبد الله يوسف بن سعد الجريد، يا هلا وغلا. ونعم عليكم، بارك في عمركم، وفقنا وياكم ونحبه ورضاه يا رب. وانا عندي كلمه لابن القيم اذا حبيتوا اخذناها في وقت اخر، بيض الله وجهك ولا ننحرم من كلامك، مفيد لنا يا ابو عبد الله. الله يجزاك خير، الله يحييك. وين ابو عصا هذا؟ أيه؟ ابو عصا هذا ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله وصف. انا زديد، انا يجي ما شاء الله. انا ما في معلوم زديد. احد ركائز البرنامج، يستاهل. واضح انه مختار مكانه بعنايه خلف الذبيحه مباشره، فهو مختار الموضوع هذا مدروس يعني. ما شاء الله، سعيد بن هادي القحطاني، حياك وبياك. لا وحتى اللبس وافق الشاره هذه.
وافق لبسك كل النشاص 84 ذاك ابو شنب البيج الله يرضى عليك ان شاء الله تبارك الله ويطول اعمارك يا هلا ابو هادي ويجعلنا وياكم موفقين يا رب. هذا طال عمرك هالانسان هو اللي كل ظهريه ابو حسن كل ظهريه كل ظهريه تسمعون صوته حطوا عليه الكاميرا يا جماعه كل ظهريه تسمعون صوته علوان واحد الصوره الخبزه الصيفان علوان الصيفان والمعذره انا قاعد اختبرك بشوف تعرف ولا لا ولا انت عارفه حليلك وتخليني اصحى واعرف فيه مستانسين به انا اول مره اشوفه اولا هذا مشاهدي الكرام دقيقه هذا وشو خبز الحساوي والله مبدع انا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فيصل الربيع ابو عبد الرحمن شاركنا بهالخبز الحساوي ما شاء الله شغل شغل طيب اي والله اي والله هذا يقولها في رندا ايش رايكم نسمع اعلان بسيط لمن هو علوان الصيفان نبغى نسمع وياكم يلا عشان تعرفون من هو علوان الصيفان نسمع يا جماع وجيه العز بأحلى حياك الله حبيبنا علوان لك الرا قدرك يا حبيبي أبو حسن ألف مرة معنا صح ولا لا ما أحتاج هذا غير الإعادات معناته 2000 مرة معنا بعد غير الإعادات ما شاء الله تبارك الله الله يرضى عليك يسلمك وأنا سعيد صراحة اليوم أن أكون مشارك بهالحلقة المميزة وحنا نتابعكم عن بعد باليوتيوب وبالمواقع كلها ما شاء الله تبارك الله صيتكم واصل أكثر من القناة عسى الله يقويكم إن شاء الله ومن نجاح لنجاح بإذن الله يا رب يا آمين الله يحييك وعندنا إن شاء الله أيضا مشاركة لكم مميزة بإذن الله يا سلام هذه مفاجأة يعني إن شاء الله يا سلام من يزل القهوة هالحين يسمونه يزل الحين هذا الشايوش الشايوش حق الأجاويد كلهم ما شاء الله ما شاء الله أبو عبد الرحمن هذه يسمونها الزل في القصيم يزل الدلة الآن سعيد بن هادي القحطاني أبو هادي مفتون بالعزب والقهوة والكبسة والطول المفاطيح هذا سعيد بن هادي لكن سعيد بن سعد سعيد بن سعد القحطاني إيه؟ حياك الله سعيد سامي شاف الخبز وقام يخوش ما معي خبز لا كان المساكين انتو ذا البيج اللي لابسه اخوش اوريك فيه سعيد بن هادي حياك الله مشغول اذا انت تنزل القهوة ما تعرف تسولف صح الله يحييكم تحيات المطر الله يجيك نحيي الاخوان الاجاويد ونحيي من هم جعلوا الأجاويد يصلون إلى هذا الحد الوقت المناسب وأنت واحدة من أساساتهم يا أبو سعد ألف حلقة فما فوق ما شاء من الله. هم المتابعين الآن لما تقول ألف في اثنين كم تطلع ألفين ما شاء الله وقال أبو عبد العزيز 200 ساعة تخرج من البكالوريوس صحيح صحيح ضف عليها الماجستير ضف عليها الدكتوراه استاذ دكتور ما شاء الله انتم اساتذه ما شاء الله والمتابعين هم الذين رفعونا جزاهم الله خير بمتابعتهم وجعلونا نصل الى ما وصلنا اليه الف حلقه فاكثر الحمد لله ان شاء الله تعالى المزيد الى المزيد والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضى يا رب آمين يا رب يا رب الله ايضا اسمحوا لي سم. قدمنا لكم كسرة ذي العود جعلكم تسلمون والدلة جايتكم في الطريق بارك الله يحييكم وودنا ان كل متابع لنا يشرب فنجان معنا الله يطول بعمرك وعمر. واعتبرهم يشربون صحيح. انا واحده من المتابعات ابو عمر شربت ويتابع لا ما تشرب قهوه كنت عندك كرامات غريبه الحين لا انا اشوفها الحين ايوه قالت كلمه جميله قالت حنا ما نهني بس اللي بالمجلس حنا نهني العالم كله لان العالم كله يتابعنا صحيح البرنامج هذا المميز متابع من جميع دول العالم والله الحمد فضلا من الله ومنه اعجبتني الكلمه بس حبيت اشارك بارك الله فيك بهالمناسبه الجميله ابو زياد صالح بن عياد الحربي علق الذبيحه ما شاء الله بيض الله وجهه كمومه طال عمره وجعل يمناك تسلم يا ابو زياد الله يجزاك خير لا وعندي انا وياه مفاجاه بعد الفاصل ما شاء الله يسلمك عمر وارحب فيكم وبالاخوان جميعا الله يبقى. واليوم يوم مميز الصراحه الحمد لله الحمد كل شيء فيه مميز الحمد لله اللبس مميز والاكل مميز والقهوه مميزه هذه تكفي ان نحتفل بهالعدد المبروك وكذلك اخونا اللي خبز لنا
هذا جاينا بعد من بعيد الله يبيض وجهه، لوقنا احسن خبز حساوي. ابو عبد الرحمن فيصل الربيع الله يسعدكم الله يحييك. وانت مميز ايضا يا ابو زياد الله يسعدك. اللي ذابح خروف ولا غزال؟ لاني احب الخروف انا بس. لا لا هذا خروف يا طويل العمر، والغزال هذا هو، هذا جلد الغزال. جلد الغزال هذا غزال آه. طلع قبل يمكن كم سنه طلعنا الدوله الافريقيه صيد عندهم محميه بترخيص، وهذه من جلوده الجلود ما شاء الله ما شاء الله. يقولون القناص لازم يحط على السكين. الله يقوي الله يجعلك على القوه. ان شاء الله بس يهديك الله وتاخذني معك رحله واحده، ما ابغى ثنتين. لا انا اللي معك، انا اللي اروح معك. لا لا ودني كذا وجيب لنا هذا يستاهل يصيدونهم وضحوا ما وضحوا والله اعلم انا ما اعرف الصيد. طيب شكرا لكم، انا توليت التعريف بهالضفه ومديم حبيبي هو بيعرف بالضفه الاخرى. ابشر بي والله. طبعا اللي بعرف عليها الحين راوي جميل متميز هادي، نتعلم منه حسن الخلق. أهداني أمس هالسبحة الزينة، وين أبو ياسمين أو مجد حط على هالسبحة شوف شلون. هذا راوي ما شاء الله تبارك الله فيه الوطنية، أعجبني بهالسبحة. قال لي أحمد ترى ما هي بغالية، قلت الغالي والله أنت، وأي شيء يجي منك له بنص ريال والله أنه عندي بالملايين. هذا الراوي محمد الشايع ابو عبد الرحمن، مساك الله بالخير. حالك؟ عليكم السلام ورحمه الله، واسعد الله مساك، الله يمس الجميع بالخير. الله يمس، نمسي على الحضور تيجان روسنا كلهم، وعلى المشاهدين اللي هم اساس نجاح البرنامج. واقول ان الاجاويد تزهو حين جمعتكم، والقلب يرقص فرحانا ويفتخر. الله فحسانك جزاك الله خير. بصراحه انا ودي اختصر لان الوقت ضيق. اي والله الاجاويد، برنامج الأجاويد هذب أخلاقنا الحمد لله. حتى بعد هذا العمر صرنا نمشي نحسب خطواتنا في المجتمع، نحسب كلماتنا. ليش؟ لأن استنتجنا ورشفنا من الرحيق اللي أهدوه لنا أخواننا من التعاليم، وكيف تتعامل وكيف تتأدب، والإنسان يموت وهو يتعلم. الله. فنسأل الله إن الله يوفق الجميع، ونسدي الفضل لأهل الفضل، والفضل لله أولا وآخرا. ولكن لا ننسى أن نشكر القائمين على هذا البرنامج، مقدمين وأصحاب شبكة ومخرجين ومصورين ومتابعين ومجدولين، كل نشكره على مجهوده. نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته يا رب، والله يحفظكم. الله يجزاك خير أبو عبد الرحمن. ومعنا الشاعر الكبير وواحد من مؤسسين برنامج الأجاويد، الشاعر والمربي الفاضل علي الطخيس ابو سعد، سكر بالخير. الله يسعدك ويمسيك بالخير يا ابو ديم. الله يمسيك بالنور ويبارك فيك. كل الكلمات اللي نبي نقولها اخذوها وسبقونا عليها، ولكن نبي نزاحمهم يا ابو ديم شوي. فيك البركه. نبي نزاحمهم شوي. فيك البركه الله يطول. الحكم الأمر. الحكم الوحيد اللي يحكم على نجاح البرنامج ليس المقدمين ولا الضيوف. صحيح. ولا القناه، الحكم الوحيد هو المشاهد. نعم صدق. فاولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، اذا لم يكن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالتوفيق أولا من الله سبحانه وتعالى، سبحانه هو اللي وفقنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا يا رب، ويدلنا على الخير. آمين. أما الحكم الحقيقي فهو المشاهد والمتابع. لولا أن المشاهد رأى ما ينفعه ويثريه ما تابع وما شكر. صح. وما ذكر ما رأى. فجزاهم الله خير وجزاكم الله خير جميعا. جزاك الله خير ابو سعد، بيض الله وجهك. وايضا تدري ابو ديم هذا جاي من فرنسا. اي متابع لكم أنت من فرنسا. عن طريقك هذا. هذا حبيبنا متابع البرنامج ابو يونس. ونعم ما شاء الله تونسي جاي من فرنسا لكم هذا. ونعم الله يغنيك يا ابو يونس. يعني لحظه للتوضيح، هو موجود في فرنسا بس ارسل هذه صح؟ انت يا ابو عمر شيخنا هو موجود في فرنسا صح؟ اي موجود في فرنسا، ارسل الشوكولاته هنا يعني، وارسل هديه للبرنامج يعني بمناسبه وصوله 1000 حلقه. هذه 1000 حلقه ما هي بارك الله. يلف من وين يا مجد؟ من وين يلف على الكاميرا؟ دقيقه يا ابو. من الحلقه 8 يلف هنا ولا هنا؟ هنا هنا زي ما انت اثبت و اجلس ورنا الحلقه.
ما يبغى يجول الكيس يبغى يجول الحلا. ابشر ابشر الله يطول بعمرك. الله يكتب اجره ابو يونس الحقيقه متابع ومحب لكم. جزاه الله خير. لها فتح وقصه. طبعا هل اللي واقف هالرجال الجمل ما شاء الله تبارك الله، خلونا نكمل التعريف وهو يفك اللي معه. هذا القارئ الجميل المتميز ومن مؤسسين برنامج الاجاويد عبد الحميد النويشر ابو عمر، صوت جميل ابتسامه دائمه، كلنا حبيناه وحبينا صوته الجميل اللي الله لا يحرم اجره مع هالقراءه وتدبره. مساك الله بالخير ابو عمر. الله يمسك بالخير ابو ديم، يا مرحبا والله وسهلا. الله يبجيك. والله اني سعيد بمثل هذه المناسبات اللي يعني نجد الفرحه على الجميع. شوف واضحه وأن نشكر الحقيقة يعني مهندس هذا البرنامج وهو يعني لابد أن ينسب الفضل لأهله أبو عبد الرحمن الشيخ مروان السيد، هو الحقيقة يعني ترى سر وفضله علينا جميعا. نسأل الله يبارك له والقيادات المباركة اللي تقود. بس الله الفيديان. المستعان يا أبو عمر. بعد تقطيع الجح صرت تقطع شوكولاتة. الله أبو فرج ولا يدور علينا وإحنا جالسين. أبو فرج تعال بيك. أبد يمشيكم. يلا حيه خل وجهك من هناك. هذا ابو فرج يا جماعه، عبد الرحمن بن فرج الله يطول بعمره، برضه من اساسات البرنامج. تراه ما يبغى يظهر اعلاميا، شوفوا شلون يضيفنا الله يغنيه ويكثر خيره ويطول بعمره. يقول لا تظهروني اعلاميا، لا تورونهم وجهي، ما ابي اتكلم، ما ابي اقول شيء. هذا الرجال العربي الكريم الجميل اللي برضه نشكره مثل ما نشكر نجوم الاجاويد، وهو واحد من نجوم الاجاويد ولا نجحد فضله ابو فرج. اي والله يستاهل. معنا شاعرنا المتميز شاعر الكبير ناصر بن ردعان وعبد الواحد، سكره بالخير. الله يبارك فيك. الله يسعدك. الحقيقه اولا نحمد الله جل وعلا، فالحمد والشكر الله. له سبحانه وتعالى على نعمه الاسلام، ثم نعمه الامن في الاوطان، ثم نعمه رغد العيش الذي ياتينا من مكان من كل مكان، ثم نحمد الله على الصحه في الابدان، ونحمد الله جل وعلا على هذا البرنامج الجميل المبارك الذي أدخل السرور والبهجة والفرحة إلى إلى قلوب الناس في بيوتهم كبارا وصغارا رجالا ونساء داخل المملكة وخارج المملكة. الحمد لله. فنسأل الله جعلنا وإياكم من مفاتيح الخير. وفي هذه الساعة وفي هذه اللحظة حقيقة بهجة وفرحة. الحمد لله. بهجة وفرحة لنا، والإنسان إذا استغل الفرصة إذا وجد ساعة البهجة والفرحة لا يفوتها. للسعادة والسرور ارتفاع وانخفاض، لا تفوت ساعة البسط لا جاحل لها، لا تفوت ساعة البسط لا جاحل لها، كل شيء قد يعوض وشيء ما يعاض، لا خير أهل ماتي ما قدم أعمال لها، لا خير أهل ماتي ما قدم أعمال لها. سلامتكم وانت سالم، الله يطول بعمرك وصح لسانك وصح صوتك. ومعنا قارئنا المتميز الصوت الجميل أحمد الشهراني أبو تركي، مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور ومساء الخير على السادة المشاهدين. الحقيقة أن المشاعر الفرح والسرور لا نكاد نصفها. الحمد لله. المشاعر اللي يشوفونها المشاهدين الآن، لكن كلمة شكر للقائمين على هذه القناة من الرئيس التنفيذي إلى نوابه إلى الجميع، وكلمة شكر خاصة للأخ مروان السيد، وكلمة شكر للشباب اللي خلف الكاميرات، الكوادر المخفية اللي ما يشوفونها المشاهدين يستاهلون الشكر. أول شيء أنا أشكرهم شخصيا، يعني أن قدموني في هذا البرنامج، وشرف لي أنا شخصيا أن يعني أتواجد في هذا البرنامج الذي كنت من جمهوره وكنت من متابعينه. ففرحتنا اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى، نفرح ونشكر القائمين على هالبرنامج، ومن نجاح إلى نجاح يا رب العالمين. سلامتك. الله يجزاك خير ابو تركي. انت مشغول مع مروان الظاهر. الله يشغل العدو، اشغلت امي يا مروان، خلاص الله يرحم والديك، فشلتنا مع ابو تركي. معنا ايضا واحد من مؤسسين برنامج الاجاويد، مؤسسين برنامج الاجاويد واجدين ما شاء الله تبارك الله، من مؤسسي، شكرا يا مروان، لا والله مفيد، من مؤسسي برنامج الاجاويد الاستاذ والمربي الفاضل عبد الله الدرع ابو محمد، مساك الله بالخير. اهلا وسهلا وحياك الله وحيا الله من الجمهور، حيا الزملاء.
حقيقة ما أقول لكم ما كنا نصدق أن هذه الحلقة رقم 1000، لكن مثل ما يذكرون الزملاء وعبد العزيز والرحمن دائما نجدد النية لجمهورنا الفاضل وزملائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير على أحبابنا المشاهدين ومملكتنا الحبيبة وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وإلى أخوان الحضور المشاركين. والله يا أخوان الكل يعرف أنه أكثر من نصف الزملاء يأتون من قرى ومدن بعيدة عن الرياض، الله يجزاك حبا في هذا البرنامج وحبا في هذا الجمهور، ونجدد العهد إن شاء الله في هذا الحلقة. وأنا أعتبر نفسي الحلقة حلقة بكرة رقم 1، لا أعتبرها 1001، أعتبرها رقم 1. الحمد لله من النشاط اللي أشوفه في زملائي والاندفاع والحماس المتواجد، وكذلك طلب الجمهور لأعطاء المزيد والمزيد. وفق الله الجميع. جزاك الله خير يا أبو محمد، وبيض الله وجهك. وبرضه معنا واحد من مؤسسي برنامج الأجاويد، شيخنا الغالي عبد الرحمن بن عثمان السلام أبو عمر. يا هلا يا أهلا وسهلا ومرحبا بك، وشكرا على الحاجة اللي أخذها المسيرة الإعلامية كاملة. الله يحييكم ونمسي علي زملائنا الكرام. أول شيء نحمد الله جل وعلا، اليوم عيد، نحمد الله أولا وآخرا على هذا التوفيق وعلى هذا التيسير، والحمد لله على هذا الجمع اللي يعني فعلا الإنسان يتشرف أنه يكون في مثل هذه المجالس. نشكر حكومتنا، نشكر شبكة المجد، نشكر مروان السيد الجندي اللي ما طلع الشاشة. مروان يبذل جهود يا أخوان جبارة، يعني الرجل يسافر خارج المملكة ومع ذلك هو اللي يتابع البرنامج، هو اللي ينسقه، هو اللي يرتبه، معليش يعني يستاهل مروان، يعني ترى يعني يجب علينا أن نعد الفضل لأهله. رجل ابتسامته جميلة، رجل مؤدب خلوق، يعطي كل واحد احترامه وتقديره، يشعر كل إنسان بأهميته. نشكركم المقدمين، نشكر زملائنا، نشكر متابعينا، نشكر الله جل وعلا. الحمد لله، الله يجزاك خير. وأنا على طاري مروان السيد، ترى هذا كله مزح ولا؟ مروان السيد إلى أنه دربني إعلاميا، أفادني إعلاميا، مسيرة الإعلامية من الناس اللي يرد لهم الفضل بعد الله مروان السيد، الله يعطيه العافية. دربك إعلاميا؟ الآن يدربني إعلاميا مروان، ورا ما دربتني أنا الحين. أنت ما شاء الله تدربنا كلنا. لا لا، هو لك 100 سنة الله لا يضرك بالمجد. 100 سنة أنت والله قديم أنت، وراك ما تدربني أنت، بس درب أوريك. أنت اللي مدربني مروان، الله لا يضرك، ما شاء الله. أنا مدربي راسي.